نظافة لقاء تواصلي الذي يتم بأزمة الماء بالمغرب. كما كان عارف كاملين الماء هو مادة حيوية بمدرتها صعب الحياة وزوالها تندجها. احنا بالنسبه لنا الندوه ديال اليوم هي انطلاقه بالنسبه لنا باش نبداو التفكير في سياسه عموميه اللي تعالج هذا المشكل ديال ازمه الماء. يعني ماشي مساله اللي هي مساله منهجيه، احنا كنشتغلوا بهذا الشكل، يعني ماشي ما غاديش نجيو ونبغيو نلوحوا شي شي, شي 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 افكار ولا هذا، كنحاولوا ما امكن نجيبوا ناس بحال الاستاذ السريري ولا هذه اللي غيعطيونا اللي غيفيدونا بواحد المجموعه ديال المعلومات اللي هي مضبوطه، عارفين شنو هو الوضع، عارفين فهمتي، عارفين تشخيص ديال 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 الوضعيه، ومن بعد نفكروا في ملا في شنو يمكن لينا نديرو. بالطبع بالمنظور ديالنا السياسي، يعني كل واحد كيفاش كيشوها، ولكن بالمنظور ديالنا السياسي احنا نحاولوا ما امكن نبنيوا واحد المشروع على استراتيجي اللي يعالج هاد المشكل ديال ازمه الماء. الدور ديالي هو ناخذ معلومه من الاختصاصيين ونحاولوا احنا في الحزب نبلوروها باش نحاولوا نخرجوا منها مشروع سياسي اللي قد يعطي اجابه لهذه الازمه. المشكل ديال ازمه 19 غير باش نتفاهموا، المساله راه هي مهمه حيت حتى لدابا في الخطاب يعني الرسمي كاين واحد الخلط ما بين الماء صالح للشرب والماء بصفة عامة. يعني أزمة عطاش واش الماء صالح للشرب اللي غنوقعوا فيه اللي غادين فيه في مشكل؟ ما كنظنش بصراحة، ما كنظنش، حيت راه ماشي هي مسألة ديال الإنتاج بالنسبة للماء صالح للشرب، ولكن الماء بصفة عامة لا لا لا, لا الجفاف وهذه هاد الوضعيه ولا البراجات شنو داك السدود شنو بقى فيهم شنو داك الشيء راه متعلق بالزراعه بالاستهلاك الزراعي بالفلاحه. هذا هو اللي هذا هو اللي بغيت انا حتى الا بغينا نخرجوا بشي حاجه من هاد الندوه، هذه هي الفكره الاساسيه. يعني ما نبقاوش نخلطوا شي مع شي، يعني الحمام لا علاقه له بازمه الماء. ازمه الماء حاجه، الحمام او غسل ولا نغسل الطوموبيلات هذه راه لا علاقه، المساله اللي هي ماشي اللي خصها يمكن اللي خصها تشاف وهذه، ولكن هي مساله اللي هي هامشيه بالنسبه للمشكل الاساسي اللي هو ديال الماء بصفه عامه، والاستهلاك ديالو من طرف 95% تقريبا راه كتستهلك الزراعه والصناعه، وداخل هذيك 95% 89% كيظهر لي ولا 91% راه الزراعه وحدها وحده الفلاحه. يعني راه ما هذه راه ما يمكنش مثلا نطرقوا لهذا المشكل ديال الماء بلا ما ندويو على الفلاحه. يعني بالطبع راه ماشي هذه، راه ماشي مساله ديال المدن. بالطبع المدن راه عندهم هذه راه كاين، ولكن ماشي 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 هو الاساس. يعني راه ما غاديش نحلوا الازمه بشي حوايج بحال اللي كنسمعوهم ديال لا سدوا الحمامات ثلاث ايام، هذا راه ماشي شي حاجه اللي هذا راه ما غاديش تخرجنا من هذه الازمه. هذا سؤال وجيه كيرجعنا للديناميه اللي عرفت الفلاحه المغربيه في هذه العشر سنوات الاخيره، واللي معلوم مشينا بواحد الوتيره ديال استهلاك الموارد المائيه لا سيما الغير متجدده، واليوم العواقب هي بدات كتبان. بعض المدن لا سيما في الداخل البلاد ولا عندها مشكل اليوم التزود بالماء، وكنظن اول مره بان المشكل كان في زاكوره، منطقه قاحله صحراويه اللي دلا حدا الماء ديال المدينه. واليوم السؤال اللي خصنا نطرحه، واش حنا اليوم امام واحد الخيار صعب، واش غنسقي ولا غنشربوا؟ دابا راه وصلنا تقريبا لهذا الشيء. هذا في المدن اللي قرب للبحر كاين تحليه ماء البحر اللي يمكن نسبيا تعتق الوضعيه، ولكن في المدن الداخليه وفي المناطق القاحله ديال الجنوب ديال البلاد اليوم هذا هو السؤال اللي مطروح، واش غنسقيو؟ واش غنمكننا نزيدوا في الوتيره ديال الزياده ديال الانتاج الفلاحي؟ ولا خصنا نخمو في الماء التشريب، في الماء الصالح للشرب، الماء الصالح للانشطه ديال الانسان كله؟ اليوم احنا في هذه الوضعيه هذه. الحل الانسب هو خصنا اليوم نسمعوا للطبيعه كتعطينا اشارات مباشره
ما بقاش يمكننا نمشيو في ديك الوتيره ديال الزياده ديال الطموحات ديال القطاع الفلاحي. هذا هو النقطه الاولى. ثانيا في المجالات اللي فيها انشطه فلاحيه ومع تغير المناخ شنو المستقبل ديال الناس اللي ساكنين فيها؟ راه كنذكرك 40% ديال المغاربه اللي خدامين محسومين على القطاع الفلاحي. شنو المآل ديال الناس هادو؟ ودابا راه ولينا كنشوفوا بعض الناس كيهاجروا غير هنا قريب من الدار البيضاء، جيت دكاله وجيت عبده حيت كاين قله الماء للفلاحه، الناس كيضطروا يهاجروا، وهذا في حد ذاته مشكل كبير اللي غادي خاص السلطات تتعامل معاه. فصل الشتاء. دابا الفكره كيفاش؟ حنا اليوم امام ازمه، هذه هي الازمه. فين هو المكان؟ وهذه الازمه راه ماشي